Σταποτι τσάμο κοντά, αλβισκι τσάμο νατάλι. Αντεκνά ποτόμι, αμπεσά κοβάλισε μονατάλι. Ανινα νανι νινα ο, τανινα νινα νινα ο. Ανινα νανι νινα ο, τανινα νινα νινα ο. بدي حاب اشكر كل من اخذ من وقته الغالي وتابع المواضيع الموجوده في القناه، كل من شارك اي فيديو يستفيد منه الغير، كل من عمل لايك، كل من كتب تعليق وافادنا برايه، شكرا لكم جميعا. تكلمنا في السلسله دي عن مقدمه عن الاداره ومهارات الاداره في المحاضره الاولى، في المحاضره الثانيه تكلمنا عن الفرق بين القائد والمدير، في المحاضره الثالثه كانت عن مستويات الاداره ليفلز اوف مانجمنت، بعد تكلمنا عن مانجرز مين فانكشن في المحاضره الرابعه، اما المحاضره الخامسه كانت عن مانجمنت رولز. انتقلنا بعد كده الحديث عن الإدارة من منظور المؤسسة والموظفين في المحاضرة السادسة بعنوان Two Primary Perspective to Consider Employee Perspective and Organizational Perspective. المحاضرة السابعة تكلمنا عن Management Styles، عرفنا 200 نستخدم كل ستايل منهم. أما في المحاضرة الثامنة كلامنا كان عن Managing People's Performance، والمحاضرة التاسعة تكلمنا عن How to be a good manager. بعد كده هنبدأ نتكلم في مواضيع أخرى عندها علاقة بالتسويق، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية. بعد متابعة المحاضرات السابقة يا ريت تكتب رأيك عن المواضيع المهمة بالنسبة لك، وكل فترة نختار موضوع نتناقش فيه، مثلا عن Professional Marketing، Digital and Social Media Marketing، Project Management، Supply Chain Management، Business Strategy and Human Resource Management، أو مواضيع أخرى ذات صلة بها. لو عجبك الفيديو ضغط لايك، وما تنسى تعمل اشتراك في القناة وتشارك الفيديو مع أصدقائك وتكتب تعليقك عن المواضيع المهتم تناقش فيها. شكرا لكم للمتابعة، وإلى أن تغيكونوا بخير.